جدا، والايام دي ايام هنديه يعني، انا شايف جو هندي، انا شايف ناس كمان بتلبس لبس هندي. وطبعا بقول الفنان اميتاب باتشان نورت بلدك الثانيه مصر. سعداء بالتجربه دي جدا، سعداء بان تشجيع السياحه في بلدنا ده مهم جدا، حتى لو كان من خلال بلد شقيقه جميله زي الهند. الهند واداره المطعم اللي انا بمثلها اشتركنا معاهم وجبنا شيفات من الهند، والنهارده عملنا بوفيه هندي. اليوم النهارده صراحه احنا ما كناش متوقعين، بدون اكسبت يعني كل الناس اللي هتيجي النهارده ديت، ودي حاجه كويسه والحمد لله. يوم كويس، يوم جميل يعني.